حالة من الرضا والثقة في رؤية وقرارات وتحركات مجلس إدارة النادي الأهلي. هذه الحالة من الثقة والرضا عن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب تملأ أروقة وتملأ جنبات النادي الأهلي، وأيضا تحظى برضا كبير جدا وحالة اقتناع وثقة كبيرة في صفوف أعضاء النادي، أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. النهاردة هنطرح الكثير من الأمور وهنستمع إلى رؤى كثيرة تحليلية لما يجري في الوسط الرياضي والكروي والموقف الرسمي الحازم اللي اعلن عنه النادي الاهلي من خلال قرارات مجلس الاداره الاخيره، وايضا اليات تفعيلها اللي هنتابعها مع حضراتكم النهارده في هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله بمزيد من التفاصيل. اسمحوا لي في بدايه هذا الحوار الاسبوعي ان اجدد الترحيب بضيفنا الكريم والناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، واهلا بحضرتك. مساء الخير وسعداء بوجود حضرتك معنا على شاشه قناه الاهلي. هنبدا برؤيه حضرتك لما تم وما اعلن عنه عن طريق مجلس اداره النادي والقرارات الاخيره. حضرتك شايف ازاي الاجواء بعد ما صدر من قرارات عن مجلس الاداره الحالي؟ هو النادي الاهلي كان في الفتره اللي فاتت ديت يعني مجلس الاداره ما بيتكلمش، وانا بعتقد ان في اوقات بيبقى السكوت افضل كتير قوي من الكلام. يعني الحكايه دي حصلت ان انا بس لا نرجع لورا شويه للاجتماع الذي عقد في اتحاد الكوره، وانا شايف ان الاتحاد اصلا في قضيه التقليل ومش تقليل والكلام ده الاتحاد قراره صح، بس التعامل مع القضيه كله غلط. يعني تمام، انا قريب الناس تقعد ليه في موضوع ده صلب اختصاصي انا كاتحاد، ومن الاول هو ليه صلب اختصاصي وهو صح ليه؟ لان الاتحاد في بدايه الموسم معروف ان الكاف ضغط المباراة، يعني في ظروف معينه بالضغط المباريات والتغيير مواعيد المباريات الافريقيه، فبالتالي انعكس والمشاركه العربيه والمشاركه الافريقيه والمشاركه كاس والمشاركه الدوري، فهيبقى في، والاتحاد ابلغ جميع الانديه بهذا الكلام والكل وافق على هذا الكلام، وان هيبقى في مباريات مضغوطه وهيبقى في تاجيلات وهيبقى امير حد بقى بعد كده يعترض، كان الاتحاد يقول له وفقا للي حصل كذا وخلصنا، انما ما جيبش الناس تقعد فاصلا في مناخ كله متوتر بلا سبب. انا ما اعرفش يعني انا مش سبب التوتر، انا مش شايف بقى يعني احنا كيف التوتر، يعني مثلا ان احنا عايزين نتوتر يعني، فالدنيا عماله تتوتر. وبعدين نخلي بالنا ان خطوره ده في جمهور وفي بيتاثر تاثير ده في وقت ان احنا محتاجين كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض عشان عندنا كاس افريقيه، وما ينفعش ان احنا نطلب كاس افريقيه مصر بتاريخها بحاضرها بكل حاجه ان تطلع البطوله دي فيها اي حاجه. الجمهور عنصر مهم جدا في هذه البطوله، وبصوره او باخرى وبكل الطرق، وعلى كل واحد ان يتحمل مسؤوليته، لازم نتحمل مسؤوليتنا في الفتره اللي جايه علشان نعمل بطوله كويسه. بطوله كويسه يعني اي مدرج في اي ملعب مع اي فرق من الفرق اللي بتلعب في الخمس مجموعات في خمس استادات، لازم الملعب يبقى مليان ولازم يبقى فيه تشجيع، ولازم تعرف ان احنا بحكم ان مصر الشقيقه الكبرى لكل الدول الافريقيه بحكم حاجات كثيره جدا لازم نعمل. ده مدخل مهم جدا للحوار، وبيفكرني بمقوله عجبتني جدا للاستاذ ابراهيم حجازي. حضرتك قلت اكتر من مره ان الانتماءات الرياضيه والثقافيه والفنيه وكل الانواع الانتماءات لابد ان تكون جزء من الانتماء الاكبر للوطن وللكيان الكبير مصر. ازاي الرساله دي حضرتك حابب توصلها ازاي لكل القيادات وكل اطراف هذه المنظومه الكرويه في مصر، وازاي هم يؤدوا دورهم علشان نبقى كلنا جزء من انتماء اكبر للوطن؟ اذا ما كانش الانتماء، اولا الانتماء للنادي مش جنسيه، يعني لا الاهلاويه جنسيه ولا الزملكاويه جنسيه، ده انتماء للنادي، وانا بشجع هذا الانتماء تماما، احب قوي ان يبقى في انتماء، بس الانتماء ده في الاول دي قوه بتضاف في جزء من قوه اكبر اللي هو انتماء الوطن، والانتماء ده لازم يصب في انتماء الوطن. انما لو الانتماء ده تحول لحاجه تانية لتعصب وبقى النهارده قوه مضاده، ده لا 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 بلاها كوره وبلاها رياضه. اذا كان الحاله دي يضر ولا ينفع؟ طبعا لا 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 مش هينفع الكلام ده. فهو ده الموضوع. الانتماء انا يا ريت، لان احنا الفكره كلها ايه؟ ما انا الانتماء الاول انا لازم نرجع ده تاني. الانتماء الاول الطفل اول انتماء ليه فيه الاسره الصغيره، وبعدين يبتدي للمكان اللي قاعد فيه والحي لغايه ما بيوصل الانتماء تحت علم مصر للوطن. إذا ما كانتش الأنشطة التربوية والرياضة أهمها على الإطلاق،
بتدي بتاخدنا للدفع ده وتنميه هذا الانتماء ووضعه في المكان الصحيح بتاعته بحيث ان بقوه دفع للانتماء الاكبر للوطن، يبقى نقف نشوف ايه الغلط اللي موجود. حقيقه الامر دلوقتي المساله مش كده. طيب النادي الاهلي راي حضرتك ايه؟ هو خد موقف حازم جدا وبلغه راقيه ووفقا للضوابط والقوانين، وفي اللقاء الاخير اللي تم بين الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره والدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، قال له اكد له الكابتن محمود الخطيب ان النادي الاهلي وقياداته ومجلس ادارته لن تنساق وراء اي تجاوزات او خروج عن اخلاقيات الرياضه والسلوك الرياضي. ازاي نوصل للصيغه المرضيه يا استاذ ابراهيم اللي بنتمنى انها ترجع لملاعبنا وللوسط الرياضي؟ انا بعتقد يعني بقليل من التفكير وبقليل يعني احنا في دوله، مصر دي دوله يعني، مش احنا مش 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 الحكايه مش زيطه يعني، قليل تتظبط المساله، تتظبط المساله بتقليل. احسن حاجه عملها النادي الاهلي ومجلس الاداره ان هو النهارده فكره عدم الانسياق، لان ده يبقى احنا بنهزر كلنا في 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 مكان كان مولع وفي دخان، انا هحط عليه بنزين انا كمان واعمل الكلام ده؟ لا، ده كل القرارات اللي خدها مجلس اداره الاهلي كلها قرارات لما بنبص فيها هي الحكايه بتحتكم للقانون وتحتكم للعقل. انا كنت هقول ان القرارات ديت او اقف ضد القرارات دي لو فيها اي حاجه خارجه عن ده، ان انا بفرض راي او فكره بستعرض قوه، هقول لا مفيش مكان لاستعراض القوه. انما النهارده القرارات كلها بتقول انا، انتوا قلتوا تعالى هنا جيت هنا طلعت الدوري ده قلت بتعمل كذا انا عملت كذا حددت جدول عملت انا ملتزم بيه، انا ملتزم بكل الكلام ده ومش هنقبل اي تجاوزات، وده هذا حق طبيعي. فانما هو ده لازم الدور اللي النادي الاهلي بيعمله، ويجب ان هو النهارده ان جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي ان هم يبقوا هم بينصعوا في ده. انا النهارده بحافظ على حقي دون اي تجاوز ودون ان اشارك او انزلق ان اتجاوز، هي دي القضيه. جمهور النادي الاهلي في النهارده شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي شعور لدى الجميع وتعليقات بتفيد بان سكوت النادي الاهلي عن اي تجاوزات او عدم انسياق وراء اي تجاوزات ليس ضعفا، والدليل انه تحرك هذا التحرك ليظهر قوته وتمسكه بالقانون، ولكن مش عشان يأجج الصراع، عشان يحافظ على الحقوق يا سيدي. أنا سهل جدا وأنت ماشي في الشارع أقع خطوبة في دماغك عورك أو أشتمك، سهل أوي. إنما صعب إن أنا أقدم لك حاجة مفيدة، صعب. أنت فاهم اللي أنا عايز أقول؟ التجاوز سهل، إنما فكرة إن أنا دايما أنا بحط قواعد جديدة وإن أنا دايما بحافظ على السياق العام ودايما بحافظ على إن في أهم مني ومنك ومن أي حاجة اللي هو البلد، دي مسألة صعبة. وان انا ما اخضعش لضغوط جماهيرية واحافظ على المبدأ والقيمة، ده مهم جدا. سهل قوي الأذية، ما انت ماشي اي حد وهو ماشي في الشارع ممكن يلاقي طوبة في الارض ويروح زق لك في دماغك فاتح لك دماغك، سهل، هي شغلانة يعني. انما يعني دي اسهل ما يكون. طيب المشهد التاريخي اللي حضرتك فاكره كويس اللي فيه الكابتن الخطيب لابس تيشرت الزمالك في مباراه وديه ومباراه تكريم واحد من النجوم الكبار في الكره المصريه، والكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق جعفر لابسين تيشرت الاهلي، هل المشاهد دي الناس بتسال هي انتهت من؟ لا ما انتهتش، سهل جدا. نفسنا الصوره دي وسهل جدا. انا سهل جدا، هي بتبدا. شوف الشعوب على دين ملوكها. أنا سهل جدا، أنا النهاردة سهل جدا ووارد جدا، وحتى مع كل الحاجات اللي فاتت مش نهاية الدنيا، وارد إن احنا يحصل غلط، وارد. إنما اللي مطلوب مننا كلنا المصلحة العامة إن كل ده يتعمل ده، وأتمنى إن يحصل ده في أقرب ولاقي النهاردة نشيل الحوادث التعصبية الرهيبة دي كلها تتشال في ثانية، لما كبير هيعمل يقدم المبادره دي، هيكون هو القدوة. لا اقدم دي ونعمل دي ونعمل. وانا بقول ان انا يمكن ان يتعمل الدور ده من خلال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وهو انسان على خلق يعني يستطيع ان يعمل ده، وفي اشخاص كثيرين يمكن ان يتدخلوا يعملوا ده. مش مصلحه حد ان احنا التسخين نبقى في توتر طول الوقت. مش مصلحه حد عشان احنا عندنا بطوله، ومش مصلحه حد احنا عندنا، انت مادام يعني فتحت احنا عندنا حاجات كتيره كل يوم لسه اخرها يعني، انت تشوف الدنيا كلها البلد، احنا مش نظريه مؤامره. انما لما تيجي زياره رسميه لرئيس دوله اللي هو الرئيس ماكرون، فيجي هنا وهو لسه بيتفسح وبيشوف ابو سمبل وبيشوف من هنا وبتاع، فيروح عامل تصريح بالون، وكان الزياره هي زياره جايه للمحاسبه والجلد والتهذيب والاصلاح، وليست زياره ان احنا بنتبادل ونتحاور. يقول لك حقوق الانسان الفزاعه اللي ممسوكه لنا. طب يا عم الرئيس انت بتقول حقوق انسان، طب فين حقوق الوطن؟ ما هو ما دام في حقوق انسان يبقى في حقوق للوطن. هل يعقل النهارده
ان الدنيا تتقلب والمركز بتاع مراكز الحوايا دي كلها تقف عشان انا بحاكم واحد حرق المجمع العلمي. طب انا النهارده ان القيمه اللي حصلت والدمار اللي حصل ده حد سال على 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 حق الوطن؟ حد بص لمصلحته؟ حد سالنا لما بيبقى فيه النهارده تفجير هنا استشهد فيه من استشهد او هناك او استشهد والحاله دي، حد سال الناس دي؟ لا، هم اهالي الشهداء دول مش اللي فقدوا اعز ما يملكون، الزوجه اللي هي لسه شابه وجوزها الضابط اللي لسه عنده 25 سنه 23 يمكن ابنها لسه في بطنها ما اتولدش وفقد ابوه قبل ما يشوفه. ده مش الست دي لها حقوق؟ اللي ده الام اللي فقدت ابنها ده مش لها حقوق؟ حد سال عن دول؟ سمعتهم بيقولوا عن الحقوق دي كلها؟ فانت عندك تربص من بره وحواديت من بره. الاخطر من ده انت لما تيجي تبص برضه مش نظريه مؤامره عشان ما حدش بيتصور، لازم نخلي بالنا ونقلل من صدرك. مصر طول عمرها بالقوه الناعمه او الفن بتاعها سينما وغنى وطرب يعني بالمطربين بتوعنا وبالسينما المصريه، كل من يتكلم اللغه العربيه في اي حته في العالم يفهم اللهجه المصريه ويتكلم اللهجه المصريه، وده شيء عظيم جدا. انا النجوم الفني بتوعي دولت ثروه وقيمه. اما تلاقي انت في خلال الفتره اللي فاتت دي لغايه حاجه من اول امبارح بعض النماذج بس مترتبه، يعني انا النهارده يجي واحد يصور اثنين بيتقال عليهم يعني اتقال عليهم فنانين، انا عشان خاطر بس ما نغلطش، لا الفن بريء من ده. والعمالقه الفن اللي في مصر اللي توفوا رحمه الله عليهم واللي موجودين النهارده اللي موجودين في السينما المصريه وبيقدموا لنا في حاجات السينما وفي المسرح وفي الغناء وفي الكلام ده، لا 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 99.9% منهم 9% من 100% منهم ناس افاضل. ويهمنا ان احنا انما التشويه الفني جزء من شخصيه اي مجتمع. قيمه دي قوتي. انا النهارده الوسائل التربويه اللي هي الرياضه والفن والادب والثقافه كل ده النهارده لما يحصل فيها خلل، ويحصل الخلل ده في الرياضه بالتعصب ده، ويحصل الخلل في الفن يظهر وكأن من يعمل في الفن عندنا ناس دي فاقده الاخلاق، وده مش حقيقي. تطلع اتنين بيصوروا بملابس داخليه او مش لابسين حاجه واللي صورهم يسرب ده ويحطه، دي نقف بقى دي نتكلم مع بعض فيها. ليه بيتعمل ده؟ ليه لما بيجوا هم بيتحاسبوا على خدش الحياء العام ومش عارف؟ لا ده قبل ده وده، ده هم بيدمروا سمعه الفن المصري. لا دول بيدمروا سمعه الفن المصري لانك بتسيء لقطاع كامل كامل. ما انت جداً. ما انت السيئه بتعم بتسيء لده. احنا نرفض ده تماما. علينا ان ندافع عن الفن وعن الفنانين لان هم دول قوات. احنا في الفتره اللي احنا بسبب قرار انا ما اعرفش اتاخد ليه لما الدوله رفعت ايدها عن الفن وعن انتاج السينما والكلام ده كله، وقعنا الوقعه ديت السنه دي لما جه الاعلام المصريين وانا بحييهم على اللي عملوه النهارده. لا 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 الزيطه اللي بتعمل كتير ديت اعمال كلها لا ترقى. شوف تركيا في الفتره اللي فاتت المسلسلات بيعملوا مسلسل 100 حلقه او 200 حلقه والكلام ده كله، عملت منها السياحه قد ايه؟ عملت دعايه. الحمد لله احنا رجعنا نعمل ده. فانا عندي في الرياضه لما تضرب الرياضه، انا الرياضه يا اخي بقول لك اهم وسيله تربويه. واحد محمد صلاح ربنا يحميه النهارده عامل لي دعايه وسمعه قد ايه؟ دعايه لمصر لا تقدر بمال. انا فنانين عاملين لي النهارده في الوطن العربي قد ايه؟ وهم دول في الاول وفي الاخر دول حاجه مهمه جدا. فانت ده بيتخبط، فاحنا مش هنلاقيها منين ولا منين؟ يبقى في الرياضه. هل حضرتك بتطالب كل واحد جزء من الوسط الرياضي او الوسط الفني حتى يستحق لقب نجم رياضي او فنان حقيقي انه يكون او مسؤول او مسؤول أو لازم على قدر اللقب ده؟ وبعدين الناس اللي بتخرج دول ده لازم فورا اذا كانت في نقابه للممثلين لو كان يشيلوا الناس دي فورا. هنهزر؟ هو النهارده بقت مهنه ما لا مهنه لها. انت بتلاقي اسماء وصور ناس مين دول؟ تقول لك دول الشباب شباب. طب اهلا وسهلا بالشباب، بس انت خلي بالك ده انت نجم وفي شباب هيقلدك. خلي بالك سلوكاتك انت مش حر، ده انت مقيد. ايه الشكل اللي بتقدمه للمجتمع ده؟ ده انت وما تقوليش حياتي الشخصيه. لا 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 لا. انا اللي مستغرب له انتوا بتتصوروا ويعني وبتبرطعوا وبتعملوا حاجات غريبه جدا خارج عن كل ايه اللي طلع دي لبره وايه الهدف منها؟ هو ده السؤال اللي احنا نساله لنفسنا ونعرف ان ده مقصود ولا مش مقصود والهدف منه. حضرتك بتشعر ان كل هذه الحاجات الشاذه او الغريبه جزء من محاولات للاساءه للمجتمع المصري؟ ايوه. انت لما تخبط لي الفن بتاعي وتيجي في الكوره عندك مش عارف تدخل جمهور الماتشات ومش عارف تلعب كوره، وطول النهارده الاسماء الكبيره جدا دي الناس بتشتم في ناس والناس بتعمل ده،
يبقى احنا طيب. مش دوله. استاذ ابراهيم، على ذكر حضرتك دلوقتي للجمهور، النادي الاهلي في قراراته الاخيره قال انه متمسك بحقه في وجود جماهيره وفقا للنسبه المحدده واللي تم يعني دخولها لعدد من الانديه المنافسه في المدرجات. راي حضرتك ما ده حق. والى متى يمكن للاهلي ان يحتمل وجوده في الملعب بدون جمهور؟ لا ما هو اصل ده حق، طالما ان انا عايز اقول اذا كانت الظروف امنيا بتسمح لا تسمح بده هننصاع لده، انما اذا كنت انت سمحت للجماهير 30 و 40 الف انه ما يخشوا في كلات يبقى بنسمح للكل. هي كده يعني، هي المساله كده. وعندما يحدث اي تجاوز في اي حاجه نتكلم في هذا الموضوع، انما ده حق طبيعي يعني. في بعض الاخبار عايز حضرتك، هنرجع طبعا لموضوعات بالغه الاهميه اللي حضرتك تتكلم عنها والحوار الشيق، حديث حضرتك الشيق في الرياضه وفي الحياه بشكل عام. خلينا ناخد مجموعه من الاخبار الجديده في النادي الاهلي وعلى صعيد كره القدم تحديدا. الاهلي بيعلن تمديد تعاقده مع عمرو السوليه بعد تمديد عقدي نادفيد ومعلول، وبيعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره التوصل الى تمديد واتفاق نهائي لتمديد عقد نجم وسط الفريق عمرو السوليه. وايضا في تفاصيل كثيره جدا عن الاهتمام بكل عناصر القوه في الفريق والبحث في كل العقود اللي تحتاج للتمديد في الفتره الجايه حرصا على القوه الضربه للفريق. راي حضرتك ايه في تمسك الفريق والنادي في الفتره دي بكل نجوم وكل قوته الضربه؟ ما هو في مثل بيقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الايس كريم، مش في الزبادي. يعني النادي الاهلي في مشكله كبيره جدا ما كانت تحدث لو ان انا يجي ميعاد التجديد بتاع اللاعب اعمله في الوقت المناسب، انما لما بسيبه لغايه ما يبقى، انت عارف ان اللاعب لو قعد وصل للموسم الاخراني ليه بيبقى اول ما بيجي لمرحله معينه بيبقى من حقه انه يروح في اي حته وتبقى بقينا ده. طب انا النهارده عمرو السوليه لسه فاضل له سنه، يعني خدت بالك قبل ما اخش في المرحله اللي هي بتاعه السنه دي انا بجدد، وده طبيعي. انا النهارده لان المساله النهارده المساله مش يعني مش قرار، لان ده بينسحب على جماهير كبيره جدا بتحب هذا النادي. فانا النهارده بينسحب، فانا لازم بحكم مسؤوليتي ان انا ابقى فاهم ومتيقظ والكلام ده كله للامور دي كلها. دي حاجه وما ادخلش في الفتره اللي بتشتت تركيز اللاعب واجراءات وعروض اخرى. لا وخلاص بتبقى خلاص ما بقاش بتاعك يعني، بتبقى دخلنا في حته تانية خالص. طب وليه؟ ودي اداره في الاول وفي الاخر اداره. فالنهارده تنبه شديد، وده مش عايز اقول يعني ان يعني ده مش عايز اقول ان ده دي شغله مدير الكوره ولازم يعملها كده، وما عملش كده يتحاسب. التاكيد على فترات التعاقد، تم تجديد تعاقد عمرو السوليه 3 سنوات ونصف العام، وعقد التونسي نجم الفريق التونسي علي معلول 3 سنوات، وكريم نيدفيد واحد من النجوم طبعا المتميزين جدا في الفترة الأخيرة في صفوف الفريق لمدة 5 سنوات. واضح النادي الأهلي زي ما حضرتك قلت بيستبق الأحداث وبيحاول يحافظ على قوة الضربة لبناء فريق يستمر لسنوات. هو أنا بقى عند كريم ديت أنا لاحظت من حد من المعلقين بيتكلم يقول كريم وليد، هو اسمه كريم وليد، هو أعتقد إن اسمه كده لأن كريم وليد. أيوه يعني انا اتمنى ان 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 اخواننا برضو المعلقين يرجعوا يقولوا كريم والده على الاقل يعني، انما يعني بس ملاحظه لان انا لاحظ معلق قالها مرتين ثلاثه، فحتى كل واحد بيسمع مستغرب لانه لا نعمل يعني الاسم اللي كان زمان يا ريت يرجع يقولوا عليه كده يعني. وعايز اقول حتى لو بيستخدم اسم نادفيد احيانا يعني، بس انا بحيي على فكره يعني انا كريم كشاب في المرحله دي ده اتحط في فتره صعبه جدا يعني فترة صعبة جدا، بيلعب ما يلعبش بيتحط في غير مكانه وكلام. هنا بيبين لنا أمر غريب جدا على فكرة يا محمد، إن في عندنا بس ما تبقاش بره الحكاية دي، لا يسمح بوجود بره لأن السيستم تاني، إن ممكن لاعيب أو أكتر من لاعب يطحنه لأن مدرب بيحب وبيكره. يعني أنا مش فاهم برضه. انا ضد فكره ان انا اقول ان انا بسيب المدرب، انا قدام عيني انا في لعيبه، انت دبريل ده يعني انا من حق انا كنادي لو عندي مدير فني للنادي، او انا النهارده لو نادي النهارده عندي لجنه للكره او بتدير الكره في حاجات معينه اتدخل، بس بتدخل انا في الاوضه المغلقه. وده طول عمر الاهلي على فكره كان بيعمل ده، يعني كان طول عمر الاهلي بيعمل ده مع روزيه ومع هيدوكوتي ومع اي حد لما يبقى في حاجه شايفينها انا بسيبه واستنى واعمل الكلام ده، بس انا بجيبه في ملاحظات لازم الاول اسيب اللاعب ده. هل كان مظلوم جماهيريا يا استاذ ابراهيم؟ لانه بلغه الكره في جمهور شايف ان الجهاز الفني الاسبق بقياده الكابتن حسام البدري كان بلغه الكره بيحرق اللاعب بطريقه انا هنا لما بيحصل حاجه زي ديت الله اعلم كان ايه اللي بيحصل او رؤيه فنيه، انما لما تبقى في رؤيه فنيه كده لا. طب انا ما اتدخل امتى؟ بعد مثلا ده ما يشيط مثلا، ما يتبخر خالص، اما يضيع خالص مثلا يعني. فبس بحييه لان هو
رجع بقوه ما هو دي مهم. المهم يبقى ازاي عندك اصرار وازاي عندك يقين وازاي طالما انك انت عندك الامكانيات. لا وبعدين ده لاعب ده جوكر انت بتلعبه في اي حته. وهو دخل في تحدي مع نفسه وتغلب على يعني انا عايز احييه، عايز اقول انه في السن ده قدر يعمل ده ما وقعش وبقى من اهم الاوراق اللي الجمهور واثق فيها. والكلام ده اللي ممكن اقوله بقى لعمرو جمال، اقول له لا حط ده قدامك يا اخي مثال، وانت اصلا لعيب موهوب وعندك كان امكانيات انك تخليك انك انت تعمل ده ووصلت منتخب مصر وفجأة بلا سبب. وانا قريت له تصريح، والحقيقه انا يعني عايز اقول هنا برضو للاعلام يعني في اقول انت لما تلاقي يعني لما يجي هو كان كاتب، انا فاكر العنوان ده وانا بعتقد ان عمرو اتمنى ان يكون اتعلم الدرس ده، كاتب كان العنوان فاكره على على 8 عمود يعني على الصفحه كلها، حياتي الشخصيه خط احمر. لا مش خط احمر يا عمرو، انت في منظومه، انت محترف، حق النادي عليك وحق الجمهور عليك وحق موهبتك اللي ربنا اديها لك عليك انك تبقى ملتزم، وان حياتك الشخصيه مش خط احمر وما فيش حاجه خط احمر خالص. اذا كنت تريد ان تبقى ومش مصدقني شوف اللعيبه اللي بره المحترفين الاسماء الكبيره ديت حياتهم ازاي. لا يملك انه يقدر يقول لحد انا بكره هعمل ايه، ما فيش ما يعرفه هم وكل اخباره الاعلام ولا يملك اي حاجه. فدي مهمه. انا بقى لو انا بيتقال الكلام ده انا كمحرر اقول المحرر في الاخر لا واقول ده ويقول اللي يقول بس انا اقول ده. كويس قوي اللي حضرتك اشرت اليه ان كريم نيدفيد بيدي كمان فرصه او بيشجع زملائه وبيدي مثال طيب جدا للعوده بقوه حتى مع الرؤيه السابقه لاكثر من جهاز فني اللي بشكل او اخر زي ما حضرتك قلت وده حق اصيل لهم وقت توليهم المسؤوليه، لكن في المحصله ان كان انتاج اللاعب مش على قدر موهبته وامكاناته اللي فعلا ظهرت دلوقتي بشكل كبير جدا. فهو بيثبت للجميع انه من اهم العناصر فنيا الموجوده في صفوف النادي الأهلي. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة في الدوري الفترة الجاية عشان في ملاعب حضرتك عارف أنها هيتم تجهيزها، والترتيبات الخاصة بالأمور الأمنية والحضور الجماهيري. والأهلي بيقول في خطابه أن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري وفقا للشروط اللي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية وكل الأطراف التي تدير مسابقة الدوري المصري. أنا شايف أن ده أنا أصلا حرجع لما اتفق عليه. يعني الاهلي على فكره ما بيالفش، هو بيقول له احنا اتفقنا على كذا وكذا وكذا وكذا، انت عملت لي كذاتين من الكذابات الكتيره وفاضل لي كذا وكذا وكذا انا عايزها. يعني مش يعني ده منطقي، ده بديهي يعني منطقي يعني هي بمنطق اذا خلصت النوايا بمنطق يعني مش لو دراع يقول ان انا مثلا يقول ان عايز ادخل الجماهير 100,000 اقول له لا انت هنا بتلوي دراع. احنا كان في اتفاق مع الامن ومع اتحاد الكرة على كذا، يبقى انا بنصاع لده، انا عايز اللي احنا اتفقنا عليه. طيب وارسال النادي الاهلي للشكوى، ارسل بالفعل شكوى الى الاتحاد الافريقي، ارسلت اداره الاهلي الى اتحاد الكره صباح اليوم شكوى النادي للاتحاد الافريقي لكره القدم بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره مع رؤساء الانديه وممثليها والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6/2/2019. حضرتك تعلم كل طبعا الملابسات الخاصه بهذا الاجتماع وما دار بعده. الاجتماع ده انا بقول ان اتحاد الكوره جانبه صواب في هذا الاجتماع، وما كان اجتماع وكان اتحاد الكوره البعض اللي مطالب في اي حاجه وبيرى ان هي المطالب بتاعته حقيقيه، كان اتحاد الكوره يفكروا ان كنتوا كلكم موافقين على الكلام ده كله خلاص وسلام عليكم وانتهينا من الكلام ده كله. حصل اللي حصل. بس انا هنا ما دام انت قلت لي البتاع ديت، انا قريت النهارده خبر بيقول ان صرح مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه. انا عايز اقف بقى عند حكايه مصدر مسؤول. حضرتك من الناس اللي بتنزعج جدا من الموضوع ده. يعني مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، طب انت يعني خايف تقول اسمك لان الكلام اللي انت قلته مش مسؤول، ولا الكلام اللي انت قلته شاكك فيه، ولا الكلام اللي انت قلته تقصد يعني انت بتقصد بحاجه ثانيه، خايف من ايه؟ دينا لما يبقى مسؤول بيرفض ذكر اسمه خلاني انا لم انا كمواطن لما اقرا الخبر ده اشك فيه، لان ممكن يبقى غير كده ويبقى هدف اللي حاجه ثانيه غير الصح. انا طالما اني مسؤول علي ان اتكلم كلام مسؤول، وعلي ان انا لان انا لما انا كصحفي يتقال لي حاجه واقول مصدر مسؤول صحيح يقول لك الصحفي لا يسال عن مصادره، انما امام القضاء هيسال وهيرد شاء ام ابى. ما ينفعش نكتب كده كلام على الهوى او واحد يقول لي كلام واخده الكلام ده كله. فانا النهارده في هذه النقطه
انا عايز اقول لازم خصوصا المصدر اللي حضرتك بتقول لهذه الخبر او صاحب هذا التصريح بيعمل في عمل عام دلوقتي، هو هو ده عند الاتحاد، ده انت راجل المسؤول عندما تتصدى انك تقول تعليمات تقولها، انت خايف من ايه؟ انت خايف من مين؟ ايه اللي بتقول؟ ايه قال المصدر المسؤول؟ الجزء الاولاني من اللي قاله قال ان الاتحاد المصري يتبع الاتحاد الدولي، انما ملوش دعوه باللجنه الاولمبيه، وهذا كلام غير صحيح وكلام في الطراوه يعني، ولا يتبع الكاف. خلاص طبعا ده يبقى كلام بنهزر يعني. الجزء الثاني بقى قال فيه ايه برضو من الحاجات، قال ان الاجتماع ده كان اجتماع عادي كده، مش اجتماع رسمي، اجتماع ودي مش رسمي، ودي، وانه لو كان رسمي كنا عاقبنا عضو مجلس اداره الاهلي، او يقصد المهندس خالد مرتجي، لانه قام وساب الاجتماع. برضو هنا عايز اساله ليه تعاقبه ازاي؟ قال هو ده ماتش كوره انسحبت منه؟ قال ده اجتماع، افرض الاجتماع ده بيتقال فيه كلام مش مظبوط انا قمت، من حقي ان انا اقوم طالما لم تتجاوز ما دام انا ما قدرتش. امتى انا احاسب ان انا لو مشيت؟ لو انا تم القبض عليا يبقى انا هربت من يعني في سلطه قضائيه بتقول ايه اللي هيمسك ما يمشيش. هذا الكلام بيعمل ربكه في الوسط الرياضي، ما فيش حاجه اسمها غير مسؤول مصدر مسؤول والكلام ده كله. انت رفض ذكر اسمه لان انا عايز اقول في الاول وفي الاخر يعني القضاء، لما نشوف القضاء، القضاء عندما يبحث في حاجه وينظر في حاجه دايما في الادله بتاعته للادله بيستند اليها الشهاده. خلاص واحد بيشهد انك انت عملت كذا كذا، او شهاده عن شهاده نقلا حد، محمد بيقول ده عن ابراهيم قال كذا وكذا، فبيجي القضاء يجيب ابراهيم ويشوف. انما لما يجي بقى القضاء قدامه حد بيقول ده كل الدنيا بتقول كده، يقول طب تتكل على الله احسن لك، بدل ما يعني ما فيش كل الدنيا بتقول كده، دي شائعات لا يؤخذ بها. اما يجي مصدر بقى بينفي ان في وثائق بقى، اديني مصدر المعلومه والبينه على ودايما البينه على من ادعى. يعني انا بتهمك بتهمه، انا اللي اقدم البينه بتاعتي عشان اثبت عليك التهمه وتحاسب يعني. فالنهارده فكره مصر نعم، حضرتك عارف انه بقى من افات مجتمعنا دلوقتي، شفنا فيديوهات ناس بتتداولها للهجوم على شخص او رمز من رموز الرياضه المصريه او مسؤول من المسؤولين في الانديه، يقولوا انت عملت كذا كذا كذا، وقدم ما يفيد انك ما عملتش، مع انه البينه على من ادعى. المفروض اللي بيهاجم ده هو اللي يقدم الادله. هو انا لو قلت يعني والعياذ بالله انك حرامي، هتثبت ازاي انك مش حرامي عشان انت ما سرقتش؟ ما انت ما سرقتش عشان تثبت. انت بقى لو انت عندك الدليل قدم الدليل والشخص المدعي يعني حاسب. صح، القصد من الكلام يعني من الاعلام ياخد باله من ده، لان ده بيزود الربكه اللي في المشهد العام. طيب استاذ ابراهيم، يعني حضرتك شايف الازمه دي هيزداد تصعيدها في الفتره الجايه، ولا ممكن لم شمل القيادات والرموز في الوسط الرياضي على ان يحافظ الجميع على المسافات المفروض تكون موجوده، وفي احترام متبادل وعدم تجاوز في حق النادي الاهلي ومسؤوليه ورموزه؟ لان النادي الاهلي اصبح في موقف حرج جدا، وما يقدرش يسكت جمهوره حتى بيقول له انت ليه بهذا الكيان الكبير وقيمته وتاريخه، ليه السكوت على اي تجاوزات؟ فالنادي الاهلي صاحب حق فوقف هذه الوقفه. حضرتك شايف هل احنا في طريقنا الى مزيد من التصعيد واجراءات قانونيه ودفوع تقدم الى اخر هذه الامور، ولا الامور هيتم حلها في اطار ودي؟ ايه الاقرب؟ اتمنى، انا شايف انها ممكن تتعمل ولازم تتعمل، لكن مش تمنيات. لابد ان الكلام ده كله يقف، لابد ان يقف لصالح العام للرياضه المصريه. يا سيدي الفاضل، انا النهارده كبلد، انا النهارده انا يهمني ان النهارده ان الجماهير الكبيره، جماهير الاهلي وجماهير الزمالك اللي في قطاع الرياضه دول، وده جزء من المواطنين المصريين، يهمني النهارده ده يبقى قوه دفع. عندنا حاجه كبيره جدا هتتعمل عندنا، عايزين نبقى كلنا واقفين فيها، ويبقى كلنا اساس لنجاحها وكلنا متعاونين فيها. انما لما هتبقى في الظل ده، فانا مش بقول اتمنى، ده لابد ان يتم ده. عموما مجلس اداره النادي الاهلي في اكتر من خبر محتواهم بيرتكز على تقديم الشكاوى للاتحاد المصري، المقدمه للاتحاد الافريقي، وتصعيد ايضا الامر الى اللجنه الاولمبيه المصريه للتفاصيل الخاصه بهذا الاجتماع السابق، وما ذكر انه حدث ايضا من تجاوز من رئيس مجلس اداره نادي الزمالك في حق عضو مجلس اداره النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي، واعتراض مجلس اداره النادي الاهلي على عدم الالتزام او الامتثال لقرار الاتحاد الافريقي بوقف رئيس مجلس اداره نادي الزمالك لمده عام. هذه هي القضيه الاساسيه اللي النادي الاهلي يقف عندها او معترض عليها. حضرتك بتقول ان ممكن التوصل الى حلول وديه تحافظ على الصالح، مؤكد لازم يعني، وتحفظ في نفس الوقت حقوق كل واحد. انا اصلا ضد ان انا تعالى بقى دابوس على دماغ اخوك فهترجع تاني المشكله، انما يبقى في تدخل. ما هي يعني النهارده النادي الاهلي في اكبر من النادي الاهلي دوله، دي احنا في دوله يعني،
يعني ما ينفعش كده اطلع اقول ده. انا في والاهلي ايضا في اطار هذه الاخبار عشان حضرتك تعقب على الخبر ده، الاهلي يطالب اتحاد الكره باعلان اسباب تاجيل مباراه بيراميدز. ده خطاب رسمي وجه من النادي الاهلي الى اتحاد الكره ظهر اليوم، بيطلب فيه معرفه الاسباب الطريقه التي دعت اتحاد الكره للاعلان عن تاجيل مباراه الاهلي مع بيراميدز في الدوري المصري اللي كان مقرر لها يوم 28 من فبراير الجاري. خلاص هو النادي الاهلي هيسال، اما نشوف رد اتحاد الكره، الرد اللي هيجي له من اتحاد الكره او الرد اللي طبعا رسميا اتحاد الكره بالتاكيد هيجيب عن هذا الخطاب، وننتظر الرد الاستماع كمان لرؤيه حضرتك وتحليلك لهذا الرد القادم او المرتقب من اتحاد الكره. عندنا اكتر من موضوع تاني هنتكلم فيه. طب خلينا نتكلم شويه استاذ ابراهيم عن الماتشات الاخيره، المباريات الاخيره فنيا كمان. الجمهور سعيد جدا بالصفقات وحاله الفريق حاليا والنجوم الجدد ولاسارتي واداء الجهاز الفني بقياده لاسارتي المدير الفني الجديد، لكن الجمهور عايز اللاعبين يحافظوا على تركيزهم وثباتهم الانفعالي 90 دقيقه عشان ما يحصلش اي دروب او اي خسائر للنقاط تكون مؤثره جدا على مسيرتنا في الدوري هذا الموسم. حضرتك رايك ايه؟ انا في رايي ان اللي بيحصل ده انك انت في خلال ال 90 دقيقه بتشوف حاله وبتشوف حاله، ودي سمه مميزة أو سمة بتحتكرها الكرة المصرية من زمان، إنك تعمل حاجة يعني لدرجة إنك أنت ما تستطيعش أن تتوقع المستوى 10 دقايق تانيين، فأنت بتلاقي شوط تبقى أنت عمال إيه بتتكلم إزاي ده، لو كملنا كده يبقى إزاي والكلام ده كله، والشوط التاني تلاقي حاجة تانية خالص. بنشوف ده في المنتخب، في اللاعب المصري ده ليه؟ برضه ما حدش قادر يعرف السبب الاساسي في ده، الاهمال التام القائم والجريمه اللي بتتم في قطاعات الناشئين في مصر كلها. عايز تعرف حضرتك السبب؟ انت حضرتك بتقول لي الثبات الانفعالي. يا سيدي الفاضل، احنا دونا عن خلق الله، الناشئ اللي في مصر في جميع اللعبات، في جميع اللعبات بنين وبنات وكله والكلام ده كله، احنا بنعمل مسابقات رسميه والناشئ بيخش فيها، يعني في ناس بتعملها من 8 سنين و10 سنين في لعبات يعني، وفي 10 سنين وفي الكلام ده كله مجرم. في قانون الطفوله، في قانون الطفوله يمنع ان الطفل يعمل في نحطه في سوق العمل قبل 18 سنه، لانه بيعتبر 18 سنه لسه طفل في قانون الطفوله. طبعا الشباب اللي في سنه ده هيزعلوا من الكلام، انهم بيعتبروه كده. ليه؟ لان ليه احنا ما بنحطش بره، ما بتتحطش في منافسات الا عندما يكتمل نمو الجهاز العصبي. حد هيقول لي هو بقى الجهاز العصبي، عشان بس الناس تعرف السبب، هو الذي يعطي كل الاشارات للجهاز العضلي، اللي بيحرك الجهاز العضلي الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده اذا جاله اي اتعور، جاله دامج، حصل له اي حاجه، تاثر اي حاجه في السن الصغير اللي قبل مرحلة البلوغ، هيبقى هذا العيب ملازمه طول العمر. يعني ايه؟ يعني النهارده يبقى الانسان ده اللي هو كان صغير في الفترة ديت ولعبت انا في 12 و13 في ماتشات، انا شفت في ام في سكواش عاملين بطولة 10 سنين مش عارف ايه، ضربت ابنها قلم، انا كنت عايز اديها بالقلم والله العظيم ثلاثة، لان الولد ده مش بطل سكواش، ده الولد ده بطل رياضة وكره الحياة كلها، عشان ده طفل ألعبه زي ماتشات رسميه مكسب وخساره. انا في الفتره دي بعلمه من المهارات، لا مش بمنطق الاستمتاع باللعبه كمان، لا 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 لا, 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 لا خلاص بقى، هو رياضه مكسب وخساره ازاي؟ انا فانا في الكوره بنعمل الحكايه دي عندنا كل، انا لغايه 14 سنه انا بعمل له المسابقات بتاعتي في كلها في المهارات وفي الحاجات، انما مش في الوان والكلام ده كله، مش كوره. ليه؟ عشان ما حطوش في الضغط العصبي. عشان كده انت لما تيجي تقول للفرقه بالثبات الانفعالي، لما تعال نشوف فريق الاهلي، تعال نشوف كل القصه، حياه كل واحد، حياه كل واحد هو فين صغير بقى، هو في 12 كان فين، و13 سنه كان فين، و14 سنه، ومين اللي علمه، ومين اللي قال له، ومين لما تعرف ده هتعرف الاجابه، تعرف ان المساله احدا لم يعلمه اي شيء في هذه المرحله. خلاص ده جزء. الجزء الثاني اللي هو اللاعب المصري بيكتفي، ودي ظاهرة. بيكتفي، يعني تقول لي بيكتفي يعني يبقى جايب جول خلاص، ويحس انه عمل، يعني بيحس انه خلاص خلصت المهمة بتاعته. إذا أنت جالك حد الاكتفاء ده حسيت إن خلاص خلصت، لازم يبقى متعود هو دايما إنك أنت جبت جول يبقى تجيب التاني، جبت التاني هتجيب التالت. أنت أنا بلعب الكورة ليه؟
الكرة دي في فرقه انحدي وفرقه انا شغلتي انا ان انا اجيب الجوان في اللي هناك وهو شغلته يجيب الجوان اللي فيه والدفاع انا بحاول امنعه انه يعمل ده. انما انا ماليش. كان في نجم كوره كبير ومدرب بعد كده رحمه الله عليه كان بيقول للعيبه ايه، ما هو دول اللعيبه دول في الاخر ما هم يقول له احنا معانا نقطه التعادل هنحافظ عليها زي عينينا، اذا ربنا اكرمنا وجبنا ده حاجه يعني دبنا. انما احنا فخلاص بقى الهدف والتارجت والاكتفاء بتاعه انه يحافظ على ده. فاللي بيحصل ايه؟ بيخش فيه لونين فبقاش شايف كده. انا النهارده لما بيجي اللاعب المصري ده خلاص بقت حاجه عندهم يعني. فعشان كده المدربين الاجانب بييجوا هنا بيحصل لهم يا عيني حاجه مش قادر يعرف ده ليه ومش قادر يفهم ليه. ما هو لازم نقطه كفايه. نفس الحكايه في الاصابات. كلنا بنتكلم الماتشات وكل 3 ايام ماتش والكلام ده اجهاد، والنادي الاهلي اكبر نادي لعب ماتشات في في الفتره اجهاد فعلا. انما في جزء تاني لازم نخلي بالنا، البنيان بتاع هذا الانسان البدني اللي تم في السن الصغير اتعمل ازاي. لان انا لياقتي البدنيه وانا كبير وقدرتي على ان انا ابذل مجهود انا كبير مرتبط تماما بوانا صغير كنت فين الحجم بتاعي وانا صغير. فدي لازم تتاخد. فدايما المدير حضرتك هنا بتتكلم عن الهيستوري او الباك جراوند بتاع اللاعب بدنيا وثقافيا كمان ونفسيا. ده الجزء الثقافي بقى ده جاهز ازاي ده المهم. انا طالما انا زي النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه ازاي ما يبقاش في طبيب نفسي في الفرقه ازاي؟ ده مهمته زي المدير الفني بالظبط. ده مهم جدا موجود. هو الناس هتقول لك هم مرضى يعني مانين دايما بتقول كده. هم يا عم الطبيب نفسي. الناس بتختلف دايما مع الراي ده ويقولوا يا جماعه دول مش مرضى لما يا سيدي هو مش مرضى. لا هو فكره. هو انت هو طب اللي بيقولوا كده اقول له انت تخيل بقى لما بحد سنه صغير وبقى نجم وفي نادي كبير والناس بيمشي في اي حته بس بيعملوا له ده، اذا ما كانش في حد بيلقنه وبيقول له خلي بالك واعمل الكلام ده كله هيطير منه. دي اهميه الطبيب النفسي. ازاي لما يبقى في ماتشات ازاي بيتكلم ازاي يهدي، لانك انت ممكن في لعيبه بتبقى بطبعها ان هو ممكن بيبقى محتاج حد يتكلم معاه عشان يهديه. احنا طبعا واحنا بنسمع حضرتك في اي وقت هتجي لنا هننتقل في اذاعه خارجيه الى تنزانيا. النادي الاهلي في استعداداته لمباراته يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله الساعه 3 عصرا. ان شاء الله هذه المباراه مع سيمبا التنزاني بعد الفوز الكبير في المباراه الاولى، ان شاء الله يكون الاهلي موفق في المباراه الجايه. وفي دعوه كريمه موجهه من السفير المصري سعاده السفير محمد جابر ابو الوفا السفير المصري في تنزانيا موجهه للمهندس خالد مرتجي وبعثه النادي الاهلي المتواجده في تنزانيا لاداء هذه المباراه. هننتقل سريعا ونرجع لضيفنا في الاستوديو الاستاذ ابراهيم حجازي. ننتقل مع زميلنا كريم احمد لمتابعه هذا اللقاء. تفضل يا كريم. مرحب بك زميلي محمد الجندي، كل المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن رحله نقدر نقول شاقه شويه على فريق النادي الاهلي، لكن متعودين لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بصعوبات كثيره بتواجه لعيبه النادي الاهلي، لكن لما بيبقى في تنسيق مميز سواء من سفارتنا هنا مع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه الكابتن سمير عدلي اكيد الامور بتكون مختلفه بشكل كبير. انا يمكن في هذه اللحظات بيسعدني انضم لي طبعا معالي السفير محمد جابر ابو الوفا سفيرنا هنا في تنزانيا. معالي السفير طبعا بوجه لك كل الشكر والتقدير على المجهود اللي بيبذل. يمكن حضرتك كنت في انتظارنا في المطار في امور كثيره جدا كانت عايزه ترتيبات شويه بالتنسيق مع كابتن سيد ومع المهندس خالد. بنشكرك في البدايه على الجهد المبذول يا محمد بي. يا فندم لا شكر على واجب. احد المهام الاساسيه اللي بعثتنا في الخارج هو تقديم واتخاذ ترتيبات لازمه للمنتخبات المصريه وللفرق الرياضيه اللي بتشارك فيه مساهمات خارجيه. طبعا النادي الاهلي نادي عريق له مكانته الكبيره سواء في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا وله شعبيه كبيره ونادي معروف ومتميز. الحقيقه ان الترتيبات ابتدينا مع المهندس خالد مرتجى ومع المهندس سمير عدلي ايضا يمكن بعد انتهاء مباراه سيمبا بالاسكندريه، والحقيقه بقى لنا فتره والحمد لله تم اتخاذ كل الترتيبات الخاصه باستقبال الوفد في المطار وتم تخصيص حارات خاصه ببعثه النادي الاهلي في المطار، وكنا في استقبالها مع اعضاء من اتحاد الكره التنزاني ومع اعضاء من مجلس اداره نادي سيمبا، والحمد لله تم اتخاذ كل الاجراءات ورتبنا فيما يتعلق بالتدريب على الملعب الفرعي اللي تم النهارده الساعه 4:30 بتوقيت القاهره، نفس التوقيت اللي هتم فيه المباريات عشان يتعودوا على جو تنزانيا والترتيبات. وان شاء الله كمان في تدريب هيكون في
الاستاد الرئيسي اللي هتقام عليه المباراه بعد غد، هيبقى بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، وان شاء الله تبقى المباراه مع سيمبا ان شاء الله بعد غد باذن الله، وان شاء الله كل الترتيبات تتم بالشكل المناسب. النادي الاهلي نادي كبير، والحقيقه بس عايز اكد على حاجه، احنا ما بنتعاملش مع النادي الاهلي فقط على انه فريق رياضي، ولكن احنا بنسميها السوفت باور، هي القوه الناعمه لمصر، لانه هذه الجماهيريه وهذه الشعبيه والاداء المتميز للنادي الاهلي بنعتبره احد عناصر الثقافه والتصدير للثقافه والرياضه في لينا في تواجدنا وتعزيز تواجدنا في افريقيا بشكل عام يعني. فاهلا وسهلا بالنادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى له التوفيق ويفوز بالمباراه ان شاء الله بثلاث نقاط. المباراه مختلفه بشكل كبير نظرا طبعا لفوز النادي الاهلي في المباراه الاولى بنتيجه 5-0، لكن هنا الامر مختلف. اولا في عامل الطقس، يعني بنتمنى ما بقاش ليه تاثير، درجه حراره عاليه، كمان حضور الجماهير هيبقى مكثف بشكل كبير في المباراه. بتشوف الاجواء هنا ازاي، وكمان الصحافه هنا او الناس بتتناول وجود النادي الاهلي ازاي في هذا الامر يا محمد بيه؟ بلا شك يا فندم، النتيجه القاسيه الهزيمه القاسيه اللي مني بها الفريق سيمبا عامله تاثير جماهيري وضغط جماهيري كبير جدا عليه. انا حتى في لقاءات الشارع دايما وي هاف تو ريفنج، لازم ننتقم ولازم كبير. كمان الاداء حي نادي سيمبا في المباريات الاخيره سواء في الدوري او في البطوله القاريه، في بطوله الدوري الافريقي ما كانتش جيده برضو، لقي هزيمه ثقيله من فريق الكونغو، والحقيقه في ضغوط جماهيريه كبيره جدا عليه. كنت لسه بتكلم مع اعضاء مجلس الاداره، بيقولوا متوقعين حشد جماهيري كبير، على الرغم ان ميعاد التوقيت المباراه هيكون الساعه 4 بتوقيت دار السلام، 3 بتوقيت مصر، ده ميعاد عمل وفي يوم عمل، بس هم متوقعين الحقيقه حضور جماهيري كثيف، وبيقولوا دي عاده جماهير سيمبا انها تؤازر فريقها، فاعتقد هيبقى في ضغط جماهيري كبير على نادي سيمبا انه يعمل اداء متميز وانه يحاول يحقق يعني يحرز في بدايه المباراه يعني هدف او اكثر لتخفيف العبء والضغط الجماهيري الموجود عليه. ولكن طبعا خبره وحنكه النادي الاهلي وخبرته الكبيره في مثل هذه النوعيه من المباريات سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الافريقي، طبعا بيقدر يستوعب هذا الامتصاص، واعتقد انه بالعكس ممكن يستغله يستبق هو بإحراز هدف أو تحقيق يعني مباغتة الفريق بهدف أو هدفين مفاجئين، وبالتالي قد ينقلب الوضع بالنسبة له إلى الأفضل. بلا شك أتفق معك تماما في أنه المناخ هنا مختلف بشكل كبير عن مصر، هنا الجو يعني درجة الحرارة يعني ما بين 25 لـ 32، في نسبة رطوبة عالية، الطقس هنا طقس استوائي بمعنى أنه متقلب، ممكن تحصل أمطار في أي وقت. فأنا أعتقد ده كان الهدف، ان احنا نعمل له اكتر من تمرين في نفس توقيت المباراه بحيث انه يقدر يتعود على هذا النمط. بس اعتقد يعني نادي بحجم النادي الاهلي واللاعيبه المحترفين اللي موجوده فيه هي قادره على التعامل مع كل الانواع، سواء الضغط الجماهيري او ما يتعلق بدرجات الحراره او الطقس او غيره، هم قادرين على التعامل ده بشكل حرفي. والحقيقه يعني عايز اشيد الحقيقه بانضباط لاعيبه النادي الاهلي، الحقيقه في المطار الاستقبال كان الحقيقه منضبطين جدا وتابعين لكل التعليمات، وكان في انسيابيه كبيره، وحتى في الاوتيل في مقر الاقامه. والحقيقه يعني ينبغي ان انا اشيد بهذا الاداء المشرف جدا للنادي الاهلي، وده طبعا ما هو معروف عنه في كل مكان يعني. جدا معالي السفير، وان شاء الله بعد المباراه يبقى لينا فرحه ونسجل معاك تاني باذن الله بعد الفوز. شكرا جزيلا، تحياتي النادي الاهلي. بنشكر اكيد طبعا معالي السفير محمد جبر ابو الوفا، طبعا سفيرنا هنا في تنزانيا، وزي ما بنقول زميلي محمد مجهود كبير هنا بيبذل من السفاره بالتنسيق مع الباشمهندس خالد مرتجي، الكابتن سمير عدلي، امور عديده جدا كانت محتاجه ترتيبات. درجه الحراره هنا باكد عليك صعبه شويه، الرطوبه عاليه شويه النهارده، لعيبه النادي الاهلي في اول مران عانوا بشكل كبير جدا من الشمس الحارقه او القارصه جدا في الملعب، وايضا كمان الرطوبه. بنتمنى يوم المباراه الجو يكون مهيئ لفريق النادي الاهلي، حاله التركيز اللي اشاد بيها معالي السفير بالفعل دي لمسناها على ارض الواقع، ان شاء الله باذن الله تكون كل الامور مهيئه لفريق النادي الاهلي، ونعود من هنا بثلاث نقاط هامين يساعدونا ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. عوده ليك زميلي محمد. أشكرك زميلنا كريم أحمد من تنزانيا ومراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة النادي الأهلي وبعثة الفريق الأول لكرة القدم بقيادة عضو مجلس إدارة النادي المهندس خالد مرتجي. أستاذ إبراهيم تفضل تعليق حضرتك على ما أشار هو له. بس عايزين الحر والسفر والتعب والكلام ده عايزين ننساه شوية. حر 32-28 الرطوبة، إحنا ده ما فيش اي حاجه تبقى مبرره ولا نقدر نتكلم في ده خلاص يعني، كل الدنيا بتسافر وكل الناس بتلعب في حر وكل الناس بتلعب في الشتاء، واحنا شفنا من كم يوم ماتش كان في تل مش مطر، كان في تل في الملعب يعني، اللعيبه بتجري في التل ماشي، فده موضوع يعني انا عايز اقول عايزين نبطله. كان زمان اول ما ابتدينا نروح افريقيا والكلام ده كله كلنا كنا بنقول الكلام ده يعني ايامها، وانا من ضمنه، وبنحكي حكايات وفي ايه
في الاخر بقى الواحد لما شاف وعرف وبتاع لا خلاص لا حر ولا برد ولا الكلام ده كله. النهارده ويمكن ساعات السفير لما بيكلمه بيقول النادي الاهلي يعني فتح الحاجات دي كلها وبقى عنده اتفق مع حضرتك في فكره القوى الناعمه لمصر الرياضه والفن. طبعا 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 انا عايز اقول ان هناك في افريقيا لا ده عارفين ان البوم بتوعنا يعني عارفينهم يعني وعارفين والكلام ده. وبعدين انت النهارده النتائج والكلام ده كله ده مهم جدا. الرياضه مهمه جدا مهمه جدا. نرجع تاني بنقول لاعب واحد دلوقتي عندنا مخلي الدنيا كلها بتتكلم عن مصر محمد صلاح قد ايه ده بقد يعني انت ده دعايه بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه. فده حاجه مهمه جدا. اتمنى ان طبعا اتمنى ان 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 احنا لما في الماتشات دي انت عارف دي مجموعات ملهاش ما بيحسبش الخمسه هنا ولا ملعب هناك انما اتمنى ان تجميع النقاط الاهلي لو كسب الماتش ده يريح نفسه خلاص يبقى صعب يعني يبقى 10 نقاط يبقى فارق محتاجين الفوز ان شاء الله. فانا ارجو ان ده يبقى اللي ده ما يبقاش اللعيبه برضه يعني يركن يسمح كده الحر يقول لك طب الحر الرطوبه لا. وده بيرجعنا اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه قبل لقاء كريم مع سعاده سفير محمد جابر ابو الوفا فكره الحفاظ على معدلات الاداء طوال الوقت. النادي الاهلي لو تعاقد مع لاعب مميز من نادي اخر ما كانش معتاد على الفوز طول الوقت نادي في الوسط في الجدول أو في دولة أخرى ما كانوا في الوسط مش نادي المقدمة أو الصدارة كيف يغير الجهاز الفني من هذا الأمر تدريجيا عشان اللاعب يواكب فكرة النادي الأهلي أنه ضاغط طول الوقت وعايز يكسب طول الوقت. ما هي ممكن تاخد وقت مع ناس وممكن تتيجي بسرعة مع ناس إنما النادي الأهلي في قبل كده كان دايما الفرقة فيها 6-7 أولاده فهو متعلم على حاجة. أنت دلوقتي النادي الأهلي ما فيش نادي في مصر إلا ما فيه ناشئين من اللي كانوا في الأهلي طلعوا بره حتى لما بيطلع بره بيرجع لك تاني متغير اللي انت حفظته له في سنين الناشئين اتغير في المرحله اللي اتعود على ثقافه النادي الاخر فدي يعني انا الله يكون في عون لسارتي في الحكايه دي صراحه لان هو الراجل ده انت محتاج بقى حد يفتح له الفنجان يعرف ايه اللي هيحصل ده صعب قوي صعب انك انت مش قادر يعني حاجات غير مبرره يعني حاجات بتحصل غير مبرره تلاقي حاجات الناس مره واحده واقف كده ايه اللي حصل هل انت مش مستحمل ضغط عصب بتعمل هل انت اكتفيت في ايه يعني انا ما يعني انما نقطه عايز احساب ودي مشكله في كل الفرق المصريه وسمه في الكره المصريه الضجه اللي بتحصل اصل الهدف ده اتحسب الهدف ده تم الغائه وضربه الجزاء دي صحيحه غير صحيحه والدنيا بتنقلب راسا على عقب بعد كل مباراه في الفتره الاخيره للنادي الاهلي. استاذ ابراهيم ماذا تقول للي بيعملوا الضجه دي واحنا بنقول ان الخطا البشري في التحكيم او التحكيم العنصر البشري جزء من لعبه كره القدم وان الاخطاء دي بتحصل للنادي الاهلي ولمنافسيه سواء لصالح او ضد اي فريق منهم وان الاخطاء دي على الكل. ما احنا ما هو في الاطار اصل في جزء من الاشكاليه ديت حكايه ان يبقى في حكم ويبقى هو بيجي بعد تعليق الاستوديو حكم ويقول الحكم ده غلط وبتاع ودخل فيها للاسف اغراض في الصراعات مين يمسك لجنه حكام ومين يتمسك في الحكايه. احنا للاسف الشديد جدا يعني نكاد نكون دمرنا التحكيم المصري. كون حكم يغلط خلاص ده وارد يعني دي مش هنتكلم وشفنا في انجلترا اخر ماتش بتاع ليفربول مش الماتش اللي فات بتاع ليفربول اللي قبليه ده الراجل ب 2 كيلو مترين ونص يعني مش مثلا على خط بقى وبيعملوا خطوط لا 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 ده كان معدي يعني يعني الحكم ما شافهاش. حضرتك بتتكلم عن مش عن اخر مباراه عن مباراه اللي قبليها اللي هم تعادلوا واحد اللي تعادلوا فيها واحد. انا بتكلم في ده فده وارد في كل حته وشفنا في كل الماتشات. انا النهارده عيب يعني انا عيب النهارده وصلت الامر ان انا النهارده بقى بيجي لي حكام كتير من دول عربيه وبيجي يحكموا عندنا وانا حكامي لما بيروحوا بره على فكره ومتحررين من الضغوط 10 على 10 لازم المساله دي نلحق لان احنا لو انهار التحكيم اللعبه باظت ما ينفعش بقى كده نتكلم في ده. انا في حلقه سابقه يا استاذ ابراهيم وجهت رساله للتحكيم المصري وقلت انه لصالح اللعبه ان الكل يراجع نفسه قراراته ويحاول يطور من مستواه او الا يكرر اخطائه ولكن نتحدث عن ان ده مؤثر على الجميع ما بنقولش ده يخدم نادي ويدور نادي اخر فليه الناس بتركز على ده كانه اللي هيستفيد منه خلاص نادي معين ما دام دخلنا في تعصب ودخلنا في حاجات هيطلع كلام من اول كل شيء اول الناس بتعاير وده شايل لده وده شايل لده وانت لما تحسبها هتلاقي الكل اتحسبت له اخطاء والكل اتظلم في اخطاء اكيد اكيد واحنا قلنا ده في اكتر من حلقه يعني انا مش لان الراجل حكم ايطاليا الاول اللي كان بيعمل الماتش اللي هو ماتش الزمالك وبير ده طرد اسمه عبد الله لعيب الزمالك طبعا مش كلين حضرتك بتتكلم عن الحكم عبد الله الرمعه بتتكلم عن مباراه الزمالك وبيراميدز عبد الله الرمعه عبد الله الرمعه
ده احسن حكم في ايطاليا نمره واحد في ايطاليا. طردوا، انا عايز اعرف لغايه دلوقتي طردوا ليه، مفيش اي سبب للطرد يعني، مفيش اي حاجه في اي موضوع يعني، فهي الاخطاء كده يعني. طب هنعمل ايه؟ طيب انما مهم ان احنا نحافظ لصالح اللعبه، لصالح كره القدم المصريه، نحن نطور وندعم التحكيم. انا التحكيم يتطور ويتعب، انما ما ينفعش على رقبتهم السيف كده، وما ينفعش يطلع للاستوديو بعد كده ويدخل فيه حاجات شخصيه ويدخل فيه حاجات تانية، وما ينفعش صراعات، وما ينفعش يتعمل ده اصلا يعني صراحه يعني. هي بره ما لا تناقش مثل هذه المسائل، بيبقى في غلط ولا حاجه بتتحسب اتحاد الكوره او اللجنه المنظمه في الانديه المحترفه في انجلترا، شايف الحكم غلط بتعاقبه خلاص انتهينا، وقفوا الحكم بتاع الماتش بتاع وقفوه. ان هل نقدر الحكم ده بقى يعني اتلغى مثلا، حد اداله حاجه ولا للاسف كمان احنا كمان بنلقي بالاتهامات جزافا دايما خلاص الحكم ده ميول بس وكذا، ما ينفعش الحكم ده منحاز لطرف مش انه اخطا خطا ما وارد ما ينفعش. وانا انا ما ينفعش حتى مسؤول في اي نادي وفي اي حاجه ومدير كوره ولا يطلع يهاجم حكام، ما ينفعش نتكلم في ده، ما ينفعش. وانا طالبت بده اللي حضرتك بتقوله، انا طالبت بيه في حلقات سابقه حتى لما كنا متضررين جمهور الاهلي والنادي الاهلي والمسؤولين من اخطاء قد تكون افادت منافس في مشوار المسابقه. قلت في حلقه سابقه انه يا جماعه احنا بنتكلم عن الاخطاء دي جزء من اللعبه وبتحصل لكل الانديه، بيستفيد منها اي نادي بيكون في صالحه الخطا، او بيتضرر منها اي نادي بيظلم في المباراه. ما نقدرش نعمم او نقول قاعده انها لصالح نادي او ضد نادي اخر، لا يعني ده بيحصل مع كل الانديه وفي كل مسابقات العالم زي ما حضرتك تفضلت. استاذ ابراهيم، عندنا تقرير هنعرضه مع زملائنا اسره البرنامج وفريق العمل، سجلنا مع عدد واجرينا لقاءات مع عدد من اعضاء النادي، بعد قليل هنشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير عن المبادره اللي حضرتك طرحتها. يا ريت نذكر الناس بفكره حضرتك عن انه النادي الاهلي ينطلق ككيان قائد للانديه او رائد للانديه في مصر في تحركهم مجتمعيا، ويبقى لهم دور كبير في التنميه في مجتمعهم. هي الفكره ايه؟ ما دي فكره الفكرة إيه؟ إن أنا النهاردة أنا مجتمع زي مجتمع النادي الأهلي أو مجتمع نادي الزمالك أو أي مجتمع نادي، في عدد كبير جدا. ميزة في دول إن دول كيان في مكان اتلموا انتموا للمكان ده، ففي حاجة تجمعهم فيها انتماء. إحنا لغاية دلوقتي في قضايا كثيرة، نخلي بالنا أن منظمات المجتمع المدني في أي حتة، النهاردة لو أعضاء الأهلي عملوا كده أو أي نادي عملوا كده بقى منظمة مجتمع مدني بيشتغل. اي دولة في امريكا وهنا المجتمع المدني تقريبا ماشي كتف في كتف مع الدولة او الحكومة في مشروعات كثيرة جدا جدا جدا. انا كانت الفكرة بقول ايه، طب ما تيجي نفكر وهم بنطرح، احنا كمجتمع نادي الاهلي تقريبا الاباء والامهات والاطفال او الشباب اللي موجودين بنتكلم في حوالي 500,000 اعضاء النادي بشكل عام كله. تخيل لو انا بقول لهم دي مجرد فكره، يزودوها يقللوها يرفضوها يعني، انا ما طب لو تخيلنا لو احنا قلنا طب هنعمل مجلس اداره، مجلس اداره ينظم هذه المساله من الاعضاء، ويبقى في حد من مجلس الاداره عشان يتولى الاشراف، هناخد 10 جنيه. انا بتصور نقدر نجيب في الشهر 500,000. تخيل ليه؟ لان القليل من كتير كتير. ال 10 جنيه ديت اصغر طفل في الاسره بيصرفها في 3 ثواني. 10 جنيه دي عملنا. ممكن يفكروا يقول لك ان احنا عندنا في اسر العاملين العمال بتوع النادي في اسر ممكن حالتهم عايزه مثلا، ممكن يقول ناخد قريه من القرى الفقيره اللي تحتاج لتنميه، ممكن بقى. يكون ان في مستشفى بيخدم 30 40 50 100,000 نسمه. ودلوقتي اصل اي قريه دلوقتي فيها 100,000، ما احنا بنزيد 2 مليون، احنا زدنا 500 في القعده وانا وانت قاعدين كده زدنا 500. فمساله انا النهارده تخيل ان انا النهارده لو عملت ده ابتديت تبص على المجتمع واعمل ده القيمه. انا ما بتكلمش هنا بقى على 10 جنيه ولا هنعمل ايه، انا القيمه الحقيقيه ان انا عملت تدريب عملي للاطفال الصغيرين وللشباب الصغير ان يبقى لي دور. عايز نتعلم بقى يبقى لنا دور. طب خلينا نسمع راي مجموعه نشوفهم بقى قالوا ايه. تم اجراء هذه اللقاءات معاهم، خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وراي عدد من اعضاء النادي الاهلي في مبادره الاستاذ ابراهيم حجازي. هي المبادرة جميلة جدا ومفيدة للأعضاء وتعمم جميلة جدا على مستوى النادي كله يعني، جزيرة وشيخ زايد والتجمع اللي إن شاء الله بعد الإنشاء فعلى البركة، وهي جميلة جدا 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 وحاجة لخدمة الأعضاء. والله هي مبادرة كويسة جدا، بس لو يعني لو تحت رقابة كويسة تبقى كويسة، بس اهم حاجه الرقابه. هي مبادره رائعه جدا،
يعني طبعا احنا بنتكلم على المستشفى، بنتكلم عن ارواح، بنتكلم عن مساعدات كويسه لمختلف الاعضاء باعمارهم كلها. فانا رايي ان المشروع ده لازم يتم، وحاجه بسيطه يعني مش هتكلف يعني العضو يعني مبلغ زهيد جدا جدا جدا، وربنا يوفقنا يعني ان المشروع ده يتم يعني. والله هي الفكره نفسها حلوه جدا ويا ريت يعني تتم، بس لازم يعني نعرف هم هيقننوا الموضوع ازاي، هيبقى الصندوق ده مين المسؤول عنه، مين اللي هيدير الامور، اي البنود اللي هتتحط من الاول، نبقى عارفين الصندوق ده هيقيم عليه ايه بعد كده، ايه المشاريع اللي هتتعمل، ونشوف ايه المناسب او ايه الاعضاء نفسهم محتاجينه، وبعد كده يقرروا بقى ايه الحاجات المناسبه اللي المفروض تتعمل عليه. بس هي الفكره نفسها يعني في حد ذاتها فكره كويسه جدا، يا ريت يعملوها يعني. عشان بدرك كويس، ممكن الناس كلها تستفاد منها، وممكن يبنوا منها مستشفيات او يتبضع بالفلوس كلها، ان النادي هو اللي بيتبضع بيها، وهو برضه اللي هيستفاد منها، ممكن يبنوا فيها مستشفى، يبنوا ملعب تاني، يبنوا استاد، فاللي هم عايزينه يعني بتبقى حلوه كويسه. طبعا اذا كان ده هيبقى عمل خيري تطوعي، ويبقى المبالغ اللي هتتجمع دي هتتوجه الى عمل زي ما انا سمعت كده، عمل خير يعني، مدرسه، مستشفى، عياده، اي حاجه خيريه طبعا يبقى عمل جميل. والمبلغ زي ما انا سمعت برضو ما لوش حد ادنى ولا ليه حد اقصى، فزي ما هتلاقي ناس تتبرع بخمسة جنيه، في ناس هتتبرع ب5000 جنيه، وساعتها اعضاء النادي من كل الفروع، اذا كان نادي الجزيره هنا او مدينه نصر او الشيخ زايد او التجمع، هيبقى المبلغ ضخم جدا طبعا، وهيبقى العمل ساعتها نقدر نعمل بيه حاجه تكون مفيده لاعضاء النادي او للمجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني، في حاجه جميله. والله هي مبادره انسانيه وجميله وحلوه قوي قوي بالنسبه لاعضاء النادي، بحيث ان كل واحد معاه اي مبلغ ممكن يحطه في عمل خيري، سي مثلا اولادنا في الصعيد اللي مش لاقيين، سي اولاد الشوارع نلمهم ونعمل لهم مكان مأوى، سي الاطفال اللي مش قادرين في المدارس، مش قادرين يجيبوا كتب كراريس، مش قادرين يتعلموا، مش قادرين يدفعوا مواصلاتهم في البلاد الارياف والصعيد. وانا كبلدي المنصوره بشوف الحاجات دي، حالات دي كتيره، فيا ريت تعمل اي حاجه من اوجه الخير ديت، وانا هكون اول من المبادرين في دفع المبالغ دي. انا طبعا بايد المبادره ديت، ودي حاجه كويسه، ودايما النادي الاهلي صاحب مبادرات قيمه وتدي ثقه في النادي، وتدي ثقه في الاعضاء، ويبقى الاعضاء ليهم دور فاعل في المجتمع وفي اي حاجه فيها نفع وخير لبلدنا وبقيه الاعضاء، دي حاجه كلنا لازم نقف معاها. دي حاجه كويسه جدا طبعا، اللي اسم النادي الاهلي ينتشر ومجالاته تبقى اوسع وكده، بس دي محتاجه يعني تهيألي انها تدرس كويس جدا، واحنا كمان محتاجين نعرف هي هتطبق ازاي، ومعلومات عنها كتير، ونبقى متابعين الموضوع ده، فيعني احنا محتاجين معلومات اكتر بحيث ان احنا يعني ندي رأي فيها. استاذ ابراهيم حجازي، تعليق حضرتك على اراء اعضاء النادي. انا تعليق، انا كنت بتصور او الاقتراحي ان انا بعمل حاجه للمجتمع، انما انا لاحظت ان اغلب الاعضاء الظاهر يعني ما تقبلوش، انما قالوا فكره كويسه، وليه لا؟ ما تبقاش ان انا بعمل ده واعمله خدمه للاعضاء يعني للنادي داخل انا، لان هذا الكيان اللي فيه نص مليون واحد، نص مليون ممكن يبقى فيه حالات بتحتاج، مش عايز اقول مثلا، انما بتحتاج ان احنا اللي هي فكره التكافل مع بعض، احنا كلنا بندفع، خدت بالك؟ مين اللي هيستفيد؟ اللي هو الاكثر احتياج، الاكثر احتياج ده، فهم يعني الاعضاء حولوها لده، وليه لا؟ هم اصل ده موضوعهم، هي فكره الدراسه والحاجات دي كلها، ده مجلس الاداره، يعني مجلس الاداره ده في ملعب مجلس الاداره، ان هم يعملوا ايه، تتعمل ازاي كويس، اكتر من حد بيتكلم انها تدرس، اي تدرس، ما هو ده تتعمل ازاي. هو الاراء كانت منقسمه لشقين يا استاذ ابراهيم، بعضهم فهم المبادره زي ما حضرتك طرحتها او تصور الصوره بانها للعمل المجتمعي والخيري خارج حدود النادي، والبعض الاخر تصور انه السيناريو ده لخدمه النادي. وليه لا؟ انا مع الاثنين. انا عايز اقول على حاجه، النادي الاهلي عمل تجربه كويسه جدا ساعه اللائحه، لما عمل اقتراحات وخد اقتراحات الناس كلها، فالنادي الاهلي عمل تجربه عظيمه ما اتعملتش في اي حته، ان انا والحقيقه ده نجاح، كان المجلس موفق جدا، مجلس الاداره انه عمل هذه الفكره، ان نسمع اصحاب الامر اللي هي الرمايه العموميه،
ففتح باب وشهر ومناقشات ولجان. انا ما اعمل ده ونسمع ونشوف الاراء واللي يتفقوا عليه اكتر من ده يتنفس يتعمل ازاي والكلام ده كله برضه ده مجلس اداره. المجلس الاداره هنا هو ده مجلس الاداره. ممكن بقى يعمل اللي هو لجنه بتبقى من الجمعيه العموميه ويبقى فيها المراحل السنيه شباب عشان التدريب على ازاي في العمل العام. المجلس الاغلبيه بتاعه اعضاء النادي الاهلي قالت ان احنا هنعمل ديت لخدمه النادي من خير وبركه، هنعمل ده للمجتمع خير وبركه، هنقسم النص هنا والنص هنا. يقولوا لا ده احنا هندفع 20 جنيه في الشهر فانت هتلم مبلغ اكبر، يبقى نص من المبلغ ده يتعمل جوه النادي والنص بره. افكار كتيره هم يقولوا اصل ده الموضوع بتاع الاعضاء يفتكروا، بس انا بفكرهم بحاجه. بتضع حجر الاساس بس انا بقول حاجه واحده بس، عايز اقول ان احنا طالما ان مجتمع عدد كبير جدا في هذا المجتمع ودايما الاعداد الكبيره تقدر تعمل عليها مشروعات كبيره، القليل من كتير كتير. انا بقى لو كل واحد 10 جنيه 20 جنيه في كل شهر مبلغ ملوش اي لازمه في اي، ما بيعملش اي حاجه في اي موضوع، انما هيعمل مبلغ في الاخر قد كده لان احنا عددنا كبير. نعمل بيه ايه بقى؟ فكروا ونعمله بس نعمل وقرروا ده بس نعمل. وعجبني اصرار حضرتك لما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت بقول لحضرتك يعني بتقترح هذا المقترح استاذ ابراهيم، قلت لي مش بقترح، قلت لي ان شاء الله هنعمل ده. ما هيتعمل ما هيتعمل ده. وانا عايز افكر الساده اعضاء الاهلي ان انا في وقت من الاوقات عملنا ده المستشفى 57 اول تبرعات عملتها كان عملتها بجنيه، لمينا حاجه 20 مليون جنيه من الطلبه طلبه المدارس والكلام. انا المجتمع وانا عايز اقول دي لما تتعمل في الاهلي هتبقى عدوه خير، هتتنقل للانديه الثانيه ونشوف مين هيعمل ايه ومين ايه. كان تصور حضرتك جزء منه كمان او الفكره بتطور اكبر انها تبقى مسيره للانديه المصريه في هذا الاتجاه التنموي في مصر بقياده النادي الاهلي. اعمل ده انا بعمل ده وده مين يعمل ده، ولو حد عنده افكار في اي حته ثانيه يعمل ايه، انما احنا بلدنا محتاجه جهد كل واحد مننا. احنا المشكله ان احنا كل واحد قوه الدفع بتاعته هو، انما لو لمينا قوه الدفع دي كلها في اتجاه واحد تكسر الدنيا. ده اللي انا عايز اقوله. وكان زملائنا زميلنا العزيز عبد الحكيم ابو عالم واحنا بنتكلم مع حضرتك وبندردش عن الفكره دي كان عنده تصور ان دي كمان ممكن تبقى جزء من اذابه الخلافات بين الانديه وادارات الانديه في مصر انهم يتجمعوا على مشروع مصري. محمد هنختلف على ايه؟ هو احنا مثلا في شركه نخل بيننا وبين بعض، هو في ايه؟ هنختلف على ايه؟ هي اصلا الرياضه المفروض ما يبقاش فيها خلافات. ده الرياضه ما انا اكسب النهارده خسرت النهارده هكسب بكره، الرياضه ما اكسب ايه؟ بنختلف على ايه؟ احنا مصريين اولا واخرا. يعني احنا في الاول وفي الاخر لازم نبقى عارفين ان احنا مصريين. لو كانت الكوره هتفرقنا لا 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 بلاها الكوره. صراحة إذا كانت الرياضة اللي هي المفترض فيها إن هي أسمى نشاط تربوي واللي هي قيمتها عالية جدا واللي هي بتنمي انتماء وبتنمي، إذا كانت هي دي هتفتت الانتماء بلاها، إحنا هنهزر. طيب هنبدأ نتكلم شوية عن أمور تتعلق بتجهيز الناشئ بدنيا فنيا. قبل ما ندخل الهواء كنا بنتكلم أنا وحضرتك وكان معانا دكتور خالد توحيد وكان معانا الكابتن شريف عبد المنعم، وهو قال لحضرتك إنه استفاد كتير من الكابتن طه إسماعيل وإنه وجهه توجيهات فنية وهو لاعب في قمة نجوميته، بس شاف لمسات معينة ممكن يعدلها له وتعمل فرق كبير وقد كان. إزاي نعد ناشئينا وشبابنا في كرة القدم بالشكل اللي يعالج الأخطاء اللي بقت الأكثر شيوعا في الوسط الرياضي؟ شوف انت عارف ان اللاعب لو ملتزم في الملعب وما حاولش انه يصير اي مشاكل، انا بتكلم على جزء سلوكي يعني مش مهاري، تعرف ان ده ليه دور كبير جدا انه يذيب التعصب. اللاعب هيتعلم ده منين وهو صغير؟ القضيه إن عشان تعمل نجوم او عشان تعمل نجوم كبار او عشان تعمل كره قدم، السؤال هنا هل نقدر نلعب كوره زي اللي بيلعبوها في البرازيل او في المانيا او في فرنسا او في او نقدر نكون زيهم؟ والله العظيم نقدر. ده على فكره ازاي؟ ان انا بس اهتم بقطاع الناشئين بس. عايزين حدش يقول لي طب ما احنا عملنا وقطاع الناشئين طلع في مصر طلع محمد صلاح، اقول لا 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 نطلع صلاح من الموضوع خالص، لان ده بعد فضل ربنا ده مجهوده هو وحاله استثنائيه وربنا بيديله حاجات تانية. انما احنا نقدر نطلع، لان احنا هنرتفع في مستوى كره القدم ازاي؟ ان انا يبقى ليا بره 100 على الاقل 100 واحد محترف بره بيلعبوا كوره غير اللي بيلعبوا، لغايه ما يبقى ربنا يكرمنا ويبقى عندنا دوري زي الدوري اللي بيتعمل بره وعندنا ملاعب زي اللي بره. انما احسن حاجه دلوقتي ان انا اي مواهب لو عندي مواهب وبطلعها بره هيفيدوني. يعني حضرتك بتكرر دعوتك باعاده النادي الاهلي لدور الكشافين في القرى والمحافظات؟ انا مش المسائل الكشافين، هي كتله على بعضها. انا النهارده لا يجب الانديه الكبيره اللي بتلعب بطولات اهلي زمالك الاسماعيلي المصري المحل
الاسماعيلي عملت الربه دي في وقت من الاوقات ايام الكابتن علي ابو جريش لما كان ماسك الناشئين كان بيجيب الولاد بس عملها بمجهود فردي وصغير، انما انا بعمل دي خلاص ده مساله احترافيه، لان انا حليب بالموهوب سواء من اسوان او من مرسى علم او من في الغرب مرسى مطروح من اي حته، الناشئ ده بدام موهوب انا حليبه. مين اللي يجيب المواهب دي؟ يبقى عندك كشافين مدربين، بس انا بجيبه بقى هعلمه، انا هاخده خلاص هيعيش معايا واجيب اهله يعيش، هتكلف هتصرف، لان ده فكر استثماري خلاص، ده صناعه كره قدم، صناعه اسمها كره قدم، انا بصنع نجوم، فانا هصرف فلوس، بس اذا صرفت مليون هيجي لي 10. اجيب ده اللاعب ده الولد الصغير ده من السن 11 ل 12 لغايه 15 سنه بتعمل له مرحله اعداد بدني واحده 5 سنين ومتقسمه سنويه وشهريه لغايه ما تبقى المرحله بتاعت اليوم. العامل دي اجيب دي من بره، لياقه بدنيه في الحاجات دي اجيب بره، انهم متقدمين جدا عننا. لماذا لا تستطيع الاكاديميات القيام بهذا الدور؟ لا انا بتكلم عشان انا النادي الاهلي هنا انا بجيب دول عندنا عشان انا هعمل معاهم زي الانديه. انا اصلا ما بنقلفش، احنا بنشوف بره بتعمل ايه. ميسي ده جابوه من الارجنتين 12 سنه ولا عنده 11 12 سنه، او ما كان بره او كان هنا او كان في اسبانيا يمكن مع اهله، انما خدوا استلموا من السن ده. انا في الفتره دي لان نتعلم صح، اللي بيدور في الانديه المصريه غلط، غلط. ما فيش لاعب ينزل الملعب ويلعب مباريات رسميه الا ما يتقن كل مهارات الكوره، يتقنها وبعد ما بيتقنها بحولها له العادات. المساله دي تاخد لها 5 سنين مع انه يكتسب اللياقه البدنيه، هيبقى عندي في 17 سنه لعيبه زي اي لاعب في عالمي. انا ده خلاص بقى مركز. حضرتك بتقول ان ده هيعمل فرق كبير جدا في الاستثمار الرياضي. خلاص انا النادي الاهلي لو عنده ده هياخد اللي عايزه وبيبيع الباقي، واتمنى يكون بيع اللي بره وبتاع وكلام ده. الكره تتقدم من ده، غير كده هنشوف الحاجات اللي احنا بنشوفها. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك، هننتقل مره اخرى الى تنزانيا مع زميلنا كريم احمد، ولقاء وتغطيه لمرحله ما قبل مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء ان شاء الله، مع 2 من المسؤولين ومن اعضاء مجلس اداره نادي سيمبا التنزاني. بجد التحية ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان متواجدين، يمكن داخل سفارة مصر طبعا هنا بتنزانيا مع السفير محمد جابر أبو الوفا، بيستقبلنا طبعا على حفلة عشاء وبروتوكول معتاد في وجود كل البعثات المصرية وبالتحديد بعثة النادي الأهلي. لكن في يمكن في هذا الأمر بيسعدني وانضم لي في هذه اللحظات عضو مجلس إدارة نادي سيمبا بطل تنزانيا الأستاذ مصلح الرواحي، وأيضا كمان عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسين كيتا. لكن هبدأ مع الأستاذ مصلح في البداية، بنرحب بيك ونقول لك منور شاشة قناة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا من قناة النادي الأهلي، يشرفني أكون معاكم في هذا اللقاء. في البداية احنا يمكن متواجدين مع السفير ومع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي، ويمكن محبة وحب وحديث جميل جدا، كيف ترى الجلسة الجميلة دي وأيضا كان حابب تقول عليها؟ والله هذا مش غريب على المصريين، من السنة الماضية لما لعبنا مع المصري كنت متواجد مع السفارة وتعاون كثير بيننا وبينهم. المباراة صعبة المرة دي، يمكن النادي الأهلي كسب في المباراة الأولى بنتيجة كبيرة وأداء مميز جدا، لكن في صعوبات بالنسبة للنادي الأهلي، الجمهور هيبقى ليه عامل كبير، يعني حطنا في الأجواء كده الأمور ماشية إزاي؟ والله سيمبا في ملعبه غير، سيمبا هو أسد ففي ملعبه بيكون غير إن شاء الله، ونتوقع تكون مباراة حلوة إن شاء الله من جانبين. اخيرا كرجل عربي وتعلم قيمه النادي الاهلي وقيمته الكبيره هنا، الانطباع ايه على وجود النادي الاهلي؟ انطباع الشعب التنزاني على وجود النادي الاهلي بغض النظر عن مباراه سيمبا، لا بشكل عام قيمه النادي الاهلي بتشوفها هنا ازاي؟ والله النادي الاهلي معروف في افريقيا، وكل واحد مرتاح انه الاهلي جاي في تنزانيا، والملعب باين ان شاء الله بيمتلئ علشان النادي الاهلي. نسأل طبعا كمان الاستاذ حسين نكيتا، يمكن اوجه له سؤال واقول له كيف ترى مباراه الاهلي وسيمبا، بتشوف الجيم ازاي وتوقع ايه بالنسبه للمباراه؟ أنا كوليزا ماتشيا سيمبا الأهلي ونايوناجي نيتكواجي ماتشيا أبا مرديانو يتكواني ماتشي. It is going to be a good game, tough. We respect Ahli, but again we're playing home and we do not want to disappoint our fans again, so we prepared to give them good results. طبعا قال مثل ما قلت انه قدام الجماهير سيمبا ما رايحين نخذل، بنحترم نادي الاهلي وما رايح نخذل جماهيرنا. يتوقع عدد الجمهور قد ايه اللي ممكن يجي؟ هل ممكن يبقى في عدد جمهور كبير فوق المتوقع ولا تتوقع الجمهور ايه؟
والله انا اوليزا مواپنزي وتكون ngapi unaweza kaingia katika uwanja unavyofikiria. The stadium's capacity is 60,000 and always when it's a big game the stadium is full, and this is a big game, we expect it will be full. Yes. ويتوقع 60,000 متفرج لان it's a big game, يعني ماتش كبير. طبعا سيمبا والاهلي نفس الشيء نادي القرن, فان شاء الله بيمتلئ الملعب. شكرا. بنشكر اكيد طبعا الاستاذ مصلح الرواحي عضو مجلس الاداره, وايضا كمان حسين كيتا عضو مجلس الاداره بخاص طبعا بنادي سيمبا بطل تنزانيا. مباراه خاصه ليه لنادي سيمبا, وايضا على الجانب الاخر تركيز كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه مباراه تليق بها الفريقين, ولكن بالتحديد طبعا اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه نظرا للفوز الكبير في المباراه الاولى بنتيجه 5-0. عوده ليك زميلي محمد الجندي. أشكرك, شكرا يا كريم. كريم أحمد مراسلنا والمتابع لأخبار بعثة النادي الأهلي التي تستعد لمباراة بعد غد إن شاء الله ثلاثاء مع سيمبا التنزاني. أستاذ إبراهيم حجازي, تعقيب حضرتك لو أردت طبعا على ما أشار إليه أي مسؤول من المسؤولين اللي تكلموا في هذا التقرير, أو نعود للحديث عن تجهيز أبنائنا. لا هو بس ملاحظة صغيرة بس, هو كريم خايف أوي من الجمهور. أنا النهاردة أما بقى فرقة أنا كسبها 5-0 هنا, خدت بالك هو الجمهور هينزل يلعب يعني ولا إيه؟ وبعدين يعني يجب ان احنا اللعيبه المصريه والانديه المصريه والنادي الاهلي في المقدم لازم نبقى عارفين انا الجمهور ولا مطر ولا ساعه ولا اي حاجه, انا رايح بقدم مهمه وانا لاعب محترف واحنا ناس كويسين. فانا بس عايزين نشيل الحاجات دي كلها. يعني انا ماليش اقول للراجل اللي هو انتم متوقعين الجمهور كان الجمهور حي مثلا, لما يجي الجمهور كتير هنخاف وما نلعبش. طب يعملوا بقى الماتشات من غير جماهير عشان اننا اصحاب خبرات والنادي الاهلي تجاوز يعني الامور دي. نعم مفهوم. فانا بس انا عايز احيي القناه الحقيقه على التغطيه, وان انا النهارده ان جماهير النادي الاهلي قادره دلوقتي لحظه بلحظه انها ممكن بتتابع فرقتها فين, وده كان يعني ما بتعملش, فده شيء كويس, ده حاجه كويسه الحقيقه القناه عندها, ودي شهاده نعتز بيها استاذ ابراهيم. وكلام حضرتك كمان في محله عن خبرات نجومنا وجهازنا الفني وقدرتهم على التعامل مع اي ظروف جماهيريه او مناخيه او فنيه مختلفه طبعا, لان دي طموحات وده سقف طموحات النادي الاهلي اللي هو مرتفع جدا في اي مواجهات بياخدها. استاذ ابراهيم, هنتكلم شويه عن تجهيز النشء الاولاد والبنات في الوسط الرياضي والكروي والبنيه الرياضيه للمصريين بشكل عام, وكمان مواجهه مشكله السمنه والفهم الخاطئ لطريقه تغذيه الطفل اللي موجوده في مفاهيمنا اللي بتؤثر عليه في مشواره في حياته كلها في ممارسه الرياضه فيما بعد. ما يمكن اللي حضرتك قلته ده كلام مهم جدا, وده الرئيس اختصره, الرئيس السيسي اختصره عندما تكلم عن هذا المؤشر لهذا الموضوع. وهذا الموضوع الحقيقه عشان يبدو ان هيبقى فيه مفهوم غلط فيه, اللي قصده الرئيس السيسي والذي تتكلم حضرتك عنه الكلام ده كله اللي هو ازاي اخلق المواطن الصالح. الصالح دي يعني مش يعني واحد مؤدب لا, الصالح هيبقى مؤدب او برضه, انما لو قوام مظبوط ما فيش تشوهات خالي من المشاكل اللي هي ممكن تحصل له نتيجه اخطاء. هذا المواطن ما بيتمش الا بالتربيه البدنيه وليست التربيه الرياضيه, عشان نفرق بين اثنين, فيزيكال فيتنس, التربيه البدنيه اللي هي لو اتعملت ودخلناها المدرسه لماده نجاح ورسوب وعملناها صح, انا بعتقد بعمل بنيان صح لكل اطفالنا اللي هم هيكبروا يبقوا شباب, اللي هم منهم الموهوبين هيبقوا نجوم رياضة. في الرياضه اتعمل الاساس صح. العمليه سهله جدا, ان ممكن نعمل المنظومه دي في المدرسه المصريه التربيه البدنيه بالتمرينات اللي التمرينات اللي بتتعمل بدنيا للذراعين وللصدر وللبطن وللظهر وللرجلين والكلام ده كله, دون الاستعانه باي ادوات, مش محتاج ادوات, ودون التوقف على ان في ملعب ولا مفيش ملعب, لان الانسان يستطيع ان يتدرب في مساحه قد طوله, هيعمل اللي هو واقفه بيعمله ويعمل الكلام ده. هو ده ازاي يتعمل برنامج برضه اللي هو البرنامج بياخده من سن 6 سنين اولى ابتدائي لغايه ما يوصل 18 سنه. ال 12 سنه ديت ازاي نهايه التعليم المدرسي او المدرسه ازاي ابني له رسمه صح. ربنا خلق الانسان في احسن تقويم, احسن تقويم ده لازم نحافظ عليه بازاي, بان انا اعمل له التمرينات دي كلها عشان اقوي له كل الجهاز ده يتنمى صح. الجهاز اللي ظاهر في العضلات
والجهاز اللي جوه اللي في الداخل الجهاز الدوري قلب ورئتين والكلام ده كله ده بعمله بالطريقه الصح وطريقه مقننه وطريقه ده في امكانياتنا نعمل ده ولو عملنا ده تتحل مشكله كبيره. بالنسبه بقى ان الطفل طلع موهوب وفي الرياضه لاعب موهوب في الكوره يبقى انا بعده بقى ان يبقى ازاي مكنه بتعمل 14 كيلو عربيه هتجري 14 كيلو في الماتش مطلوب منه كده يبقى انا مطلوب منه ده مش هيبقى بيشوف اللعيب اللي بيمرر الكوره واقف او مستخبي ورا واحد عشان ما حدش يديله الكوره لا 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 مش هنشوف ده بيجري لان مهمه اللاعب تبدا عندما يمرر الكوره للزميل اديت الكوره لحضرتك مهمتي انا هتبدا فين انا رحت فين دي الكوره. هل هي محتاجة رؤية مستقبلية لطريقة التغذية عند المصريين وعند النشأ تحديدا ولا كمان فكرة إيجاد المساحات يا أستاذ إبراهيم لأن حضرتك كان لك كمان حديث سابق حضرتك قلت لنا أن كان عندكم دراسة متقدمة جدا في مصر وشاركت حضرتك فيها ومشروع كان بيدرس ويضع أيدي على كل المساحات الفاضية المهدرة اللي ممكن تتحول إلى ملاعب ويبقى ده نمط حياة في مصر. هو جزء محتاج ملاعب الجزء التركيب البدني ده أنا مش محتاج ملاعب ممكن يتعمل في مدرسة في الفصل لأن بعمله النموذج ويدرب في البيت. نعم الملاعب انا محتاجها ليه لان الطفل ده انا محتاجه بقى لو عايز يلعب كره يلعب عايز يلعب اي ده موضوع تاني يعني بيلعب النشاط ده لازم يجري لازم يلاقي مساحه يجري فيها المساله ديت الحقيقه مش موجوده لان انا محتاج مش اقل من مثلا 1500 قطعه ارض لقد ملعب الهاندبول تبقى موجوده في كل حته. احنا عندنا نظره غريبه جدا يعني ان النهارده فين المساحات يعني حضرتك لما بتروح تسافر بره في اي حته بتلاقي كل اربع خمس عمارات في مساحه صغيره كده 20 في 30 عشان الاولاد بتوع الثلاث عمارات دول يلعبوا فيهم الصغيرين ويبقوا امه شايفاه من فوق وشايفينهم او يبقوا نازلين قاعدين تحت جنبيهم. احنا عندنا ارض احنا قاعدين على 6-7% ولا 9% من مساحه مصر. اما بقى خطط انا معمار ليه ما بعملش ما بسيبش الحته الارض دي تبقى دي جزء لا يعني ده جزء يتحط عليه. اذا كان الدستور قال لنا ان الرياضه حق ممارسه الرياضه حق لكل واحد طب حق حضرتك لك رأي ان ده امر مهم جدا من الامور المتعلقه بالتنسيق الحضاري في اي مجتمع. ما التنسيق التنسيق الحضاري التنسيق الحضاري عامل داخل في خناقه دلوقتي عايزين يدوا وش بويا للعمارات واحد يعني العمارات كلها تبقى لونها ابيض او اي لون وده شيء جميل ان انا عيني ارتاح على شكل كويس. طب انت فين يا عم التنسيق الحضاري لما خليته العمار العمارات لازقه في بعضها ليه ما ليه ما قلناش ان يبقى في مساحات فاضيه وخاليه؟ اليس حق المواطن ان يبقى عينه ترتاح على مساحه خاليه على رؤيه جنينه خضراء على شجره خضراء؟ هو احنا بنهزر يعني؟ فانا النهارده محتاجين ده وجود المتنزهات والمساحات والملاعب المساحات الخضراء ده يعني هي على فكره هي مش رفاهيه ده جزء من يعني انا بطلع الاطفال بتطلع طاقتها في المساحات دي اللي انا برتاح نفسيا عليه. انت لما تشوف منظر العمارات كده لما تمشي على الدائري وتشوف منظر العمارات كارثيه طبعا يعني ده انت تخاف تطلع من الشباك لحد يلطشك يعني او ياخد منك الساعه ولا اي حاجه يعني صعبه مساله صعبه فده اللي بقى موجود. الحديث شيق جدا ولكن في الدقائق القليله المتبقيه لاننا ملتزمين بوقت الانتقال كمان لاذاعه خارجيه لمتابعه مباراه الاهلي المهمه مع بطل رواندا في البطوله الافريقيه لكره السله. حضرتك حابب تختم الحلقه النهارده او ايه الرساله اللي حابب توجهها لاي طرف من اطراف الوسط الرياضي ومنظومه الرياضه في مصر؟ عايز اقول للساده المعلقين الحقيقه لان اللي بيعلقوا على مباراه الكوره الاساس في التعليق يعني اهم احسن متعه في الفرجه ان انا بحضر في المدرجات. انا النهارده لازم بس عايز اقول لهم للساده المعلقين ان في اهالينا ربنا سبحانه وتعالى حرمهم من نعمه البصر بيحبوا يتابعوا كوره فيلاقي المعلق كاتب يافطه كبيره قد كده اللعيبه سنه كذا ومولود كذا ومولود في الحته الفلانيه كذا وكذا 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 ضاعت الحكايه. ارجو ان يتنبهوا ان هو يتكلم على اللي في الماتش ملعب وما يشوشرش علينا وبلاش المعلومات اللي بيبقى دي كلها مع احترامي ليها انما مش هي دي الفايده انما خليك في الملعب عشان ما تشوشرش علينا. يعني طبعا للحديث بقيه وان شاء الله نواصل الحوار مع حضرتك استاذ ابراهيم حجازي في نفس الموعد وفي حلقتنا من الاهلي ليله في الاسبوع القادم يوم الاحد ان شاء الله لكن بنسعد بصحبه حضرتك وبوجودك معنا وشكرا جزيلا لك. شكرا يا محمد تشكر. بنشكر الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي وسريعا بنهنئ النادي الاسماعيلي وهيكون في مساحه للحديث عن ده في تغطياتنا وحلقاتنا الجايه ان شاء الله لقبول استئنافه رسميا وبالتالي عودته الى المنافسات في دوري الابطال الافريقي لكره القدم. الخبر ده وصلنا منذ قليل. بنهنئ طبعا اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين في النادي الاسماعيلي واكيد مشاركه اي فريق من الانديه المصريه مزيد من الانديه المصريه المشاركه في دوري الابطال او البطولات الافريقيه امر يسعدنا ونتمنى لهم التوفيق جميعا ان شاء الله.
بشكر حضراتكم على المتابعة وبننتقل سريعا بعد نهاية هذا الحوار. شكرا لحضراتكم. بننتقل لزميلي العزيز خالد العوضي بعد قليل والاستوديو التحليلي ومتابعته لمباراة الأهلي مع بطل رواندا في البطولة الأفريقية لكرة السلة.